يعني قبل ما يهضر واحد على التسعيرة يقول لك تكليف دابا. ما هو تكلفة توزيع الكهرباء والغاز في الجزائر؟ لازم احنا ندرسه، وهذا هو حاليا احنا الهدف تاعنا والمهمة تاعنا، سي درس تكلفة التسعير الكلفة تاع ديستريبيسيون ديليكتريسيتي دو غاز. ما اوجوردي انا قاعدين جوستومون علاش تكلم، شفتوا باللي قلنا لازم لا سوسيتي ديستريبيسيون تكون عندها حسابات تاع الغاز وحسابات الكهرباء وحسابات تاع لي زكتيفيتي كي سون ريغولي والحسابات تاع لي زكتيفيتي كي سون با ريغولي. هي السوسيتي ديستريبيسيون هي شركه تجاريه تخدم الغاز والكريسيتي وتخدم حاجه واحده اخرى، يعني هو لازم احنا نتحققوا باللي ان موش الغاز والكريسيتي يستحمل تسعير التكاليف تاع لي زوتر زكتيفيتي. دونك لازم احنا ندرسوا باللي الغاز ما هي تكلفة الغاز، يعني تلك القانون يقول لها، ونشوفوا بعد إذا كان تسأل تكلفة أكثر من الساعة نشوفوا. بالحال في الحال ما كان حتى ملف في التسعير في ما كان في أنا في الدراسة تاع التكلفات تاع توزيع الغاز والكهرباء.